واحد عايز يفهم. عزيزة اللي عامل دراسة عشان ممكن دي دراسة عزيزة. الدراسة بتقول ايه بقى؟ ان للزواج فوائد عديدة جدا، اهمها اطالة العمر وقلة التوتر والالتزام بحياة صحية وتحسن السلوكيات للزوجين وتحسن وظائف الاعضاء الحيوية في الجسم وعلى رأسها القلب. هقف عند الاعضاء الحيوية بس شوية. في بعض الزيجات قد تكون بتساعد في ده، صح؟ بنسبة بقى 2.5% 3% كده، انما اغلب الزيجات بتبقى طبعا حلوة جدا على كل المستويات، ولكن مع ان هو الزوج ما بيشيلش الهم في كل الاحوال، بيشيل الهم في كل الاحوال وبيصرف الهم في البيت الأحوال. وينزل يقعد على القهوة مع اصحابه وينسى لا الهم. لا 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 لا، هو مين اللي بيصرف على البيت ومين اللي بيطفشه؟ الراجل والست. ومين اللي بيطفشه من البيت؟ محدش بيته، هو اللي بيطفش لوحده. ايوه صح صح صح، المود العام بيتعبه فبينزل يقعد على القهوه، ما هو اللي بيطفشه اللي موجوده في البيت. ايه ده؟ صدقيني انت مقتنعه يا حنان. بصي عينيكي يا الكاميرا، يا ريت تجيب عينين الاستاذه حنان دي. لا مش مقتنعه. مقتنعه وعينيها المقله بتطق منها. اهو 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 اهو، بس 1-0 1-0 خلصنا. لا مش حقيقي. 1-0. ايوه عينيك اهي. لا لا هي ممكن اقول لك على حاجه، والله بجد هقول لك بجد. هو الست قاعده في البيت ماشي، مستنيه كلمه حلوه، مستنيه راجل يجي. هو جاي اصلا من الشغل مكفهر ومش طايق، مش عارفه ايه كلمه مكفهر اللي بقيت. بس هو فعلا بيبقى مكفهر، هو حقيقي مكفهر طول النهار، وراجع وطبعا مديره مزعق له وزميلته خدت ترقيه عنه. يعني زميلته خدت ترقيه عنه. انا قصدي اقول لك زميلته، فهو ماشي. عنده غل ناحيه الستات لان زميلته هي، فيقوم مروح البيت مش طايق نفسه كويس، قرفان. حلو. تيجي بقى الست تبقى عايزه بقى شويه اهتمام، شويه دلع، يلا نخرج، يلا نقعد، يلا مش عارفه ايه، يقوموا خابطين في بعض، تعيط، يقول لها انت نكديه، يقوم واخد بعضه ونزل. طيب الصح ان الست لما هو يبقى جاي من بره بالحاله اللي انت وصفتيها، نعمل الوصف الصحيح، مش ان المفروض ان الست تمتصه وتحتويه وبعد كده تطلب؟ طب وانا هنجم وانا شعرفني ان هو حصل ده كله داخل مقفهر ده؟ انت قلتي مقفهر، دي احنا لو لفينا على المعاجم كلها مش هنعرف نجيب مقفهر، جبتيها انت. تمام، داخل مقفهر باين ان هو تعبان، على الاقل الحمد لله على السلامه، عامل ايه، مالك، عامل كده، خش اغسل وشك، خش اشرب حاجه، ارتاح شويه، وبعد كده تطلب. يا ستي ما تقولش لا، ده اليوم طويل. يوم طويل ايه ده؟ بيرجع الساعه 8 بالليل. ايوه ماشي، ساعتين وينام عشان يصحى الصبح يروح الشغل. معلش على الاقل يعيشهم كويس، مش بدل ما ينام ما يصحاش. وهو يعيشهم كويس وانا يعني اتنكد عليا؟ لا معلش، بس على الاقل يعيش معاكي كويس، ما هو ده هيعود عليكي بالنفع. ولا بصوا له يعني يا جماعه الكاميرا، جيب عين حنان دي. كل الرجاله مفيش، انت جاي حافظين هما الكلمتين، ما حدش. والله يا انا بتكلم بالمنطق، انا مش نصرت الستات اول ما دخلت. اها بتكسب كده؟ والله ابدا، انا بتكلم بالمنطق وبالواقع وبالفطنه. طب عشان تعرف ان احنا طيبين وحنينين وعايزين نرضي الرجاله وعايزين نعيش وبنعشش على